الاسم عبد الهادي حارس فريق الوداد البيضاوي سابقا وجمعية الحليب سابقا. الفريق هذه السنة يعني الفريق متكامل والفضل كله تيرجع للجمهور. يعني الجمهور في الحقيقة اللاعب ما تيعرف القيمة ديال الجمهور حتى الوقيته اللي تيبرك حدا في المدرجات عاد تيعرف القيمة ديال الجمهور. الوقيته اللي كنا حنا لاعبين داخل الميدان ما تنعرفوش ذاك القيمة وتمارة وذاك الحب ديال الجمهور كيفاش اللي تيبغي الفريق ديالو. في الحقيقة هذا الموسم الوداد اللعابة يعني بينوا واحد الفرجة بينوا بأن فعلا الوداد تستحق تكون في الصف الأول. ودابا حنا عرفنا بأن حنا إن شاء الله فزنا بالبطولة ولكن بغينا نكونوا فزنا بالبطولة تقريبا واحد 12 أو 13 نقطة لأن الفريق الوداد البيضاوي حنا إلا جينا نشوفوا اللعابة واحد بواحد يعني الفريق منتخب صغير. وعندي واحد الرسالة هو بغيت نصيفطها للأخ ديالي والتاكناوتي تنقول لي بأنه هو رقم حارس رقم واحد في المغرب وتنقول لي بأن راه هو الخليفة ديال الزاكي وعزمي تنبغيه باش يستمر ويستمر ويستمر وما يديرش غلط اللي درنا حنا حنايا وباقي يلعب تقريبا واحد 18 حتى 19 سنة يلعب أخرى. والمقابلة اللي غادي نلعبوها إن شاء الله هو أنا إلا جبنا التعادل فزنا بالمباراة. يعني تنظر المقابلة راه صعيبة اللعابة راه الله يحسن العوان راه كثرت المقابلات وهنا راه اللعابة عياو الله يحسن العوان وأنا متفائل فهمتي أنا متفائل إن شاء الله غنجيبوا نتيجة من تما إن شاء الله بإذن الله. بطبيعة الحال يعني الفريق اللي شفتيه كما قلت لك لأن فريق تيوفر على أحسن اللعابة اللي كاينة في البطولة الوطنية وعلاش لا لان احنا متفائلين بان ان شاء الله غادي نفوزوا بهذه السنه ان شاء الله الى كمل الله.